بدل الحدوتة ثلاثة حصرياً على سي بي سي في رمضان. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة في حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمله رياكشن النهاردة هو مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة لدنيا سمير غانم، وأتمنى ان هو يبقى كوميدي، والمفروض هو تصنيفه كوميدي، فأنا عارف ان دنيا سمير غانم مش هتغزلني يعني، بكل الواحد شافه ده يعني اتمنى يعني الواحد يطلع فعلا بمسلسل كوميدي لذيذ، لان لحد دلوقتي بصراحه الوضع سيء بطريقه مش طبيعيه. ف كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. بقول لك ايه، ما توجعليش دماغي، ده اخر كلام عندي. مش انتوا اللي قلتوا عايزين تجددوا وتعملوا كل 10 ايام مسلسل منفصل تماما عن التاني اصلي؟ بس انا بقى مسلسلي اللي هيتعرض اول 10 ايام في رمضان، تمام؟ دنيا سمير غانم. انا مش فاهمه الانسه اللي بره دي بتزعق كده ليه يعني. على فكره انا زميله واقدم منها كمان، وبعدين ظهوري للمره الثانيه على الشاشه بناء على طلب الجمهور. معلش بقى ثانيه واحده، لان انا كنت هطلع لايف. جمهوري فانزاتي والفولورز بتوعي، استنوا مسلسلي ستارتنج 11 رمضان، كوميديا، استعراضات، اغاني، سوشيال ميديا. يعني انا مسلسلي هيتعرض اخر مسلسل؟ اوكي. بدل الحدوتة ثلاثة حصريا على سي بي سي في رمضان. ده حلو اخيرا، حاجه كوميدي عادله، ده حلو. الفكره حلوه بصراحه، يعني الفكره ان هي تعمل ثلاث شخصيات في مسلسل واحد دي بصراحه حلوه. واللي خدت بالي منه تقريبا اول شخصيه اللي ظهرت دي تقريبا دي نيلي، شخصيه نيلي اللي كانت في نيلي وشريهان، على ما على قد فهمي يعني. والشخصيه طبعا تانية دي لهفه، دي باينه زي الشمس. لهفه انا بالنسبه لي شايف ان لهفه واحد من احلى مسلسلات دنيا سمير غانم، ممكن يكون احلاهم اصلا في الكوميديا. ماليش دعوه طبعا بالكبير، انا بتكلم كليد رول، بتكلم كليد رول لدنيا سمير غانم. انا شايف ان لهفه بالنسبه لي انا بحبه جدا، وشايف في وجهه نظري الكوميديا بتاعته ملهاش حل، ويليه بعديه على طول نيلي وشريهان. و ثالث شخصيه تقريبا دي اللي عملت لالا لاند على ما اعتقد، برضو ما بينتش قوي في التريلر، ما بينتش قوي في التريلر، بس تقريبا ثالث شخصيه دي هي نفس الشخصيه اللي عملت برضو في لالا لاند، لان تقريبا اول شخصيه اللي ظهرت في نيلي وشريهان ثاني واحده ممكن تكون بتاعه لهفه، فاكيد ثالث واحده ممكن تكون بتاعه لالا لاند، يا اما ممكن تكون شخصيه ثانيه خالص فهي سايبها مفاجاه يعني. بس بصراحه ده حلو، انا عجبني المسلسل ده لحد دلوقتي، انا اشتريت يعني. من الاخر عجباني اول فكره ان هي ثلاث قصص بدل قصه واحده، ان هي اول واحده هتعمل لحد 10 رمضان، وبعد كده لهفه هتيجي من اول 11 رمضان، وبعد كده الشخصيه الثالثه اللي احنا مش عارفين بقى دي بتاعت لالا لاند ولا لا، هتبقى من يوم 21 لحد الاخر يعني. حلوه الفكره ان هي متقسمه ثلاث قصص يعني، عشان برضو التنوع حلو. البطوله لدنيا سمير غانم وايتن عامر، وفي برضو سمير غانم، عمرو وهبه، ومحمد سلام، وشيماء سيف، ودلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، واحمد رزق، وساره عبد الرحمن. تاليف لايمن وطار. ايمن وطار انا بصراحه مبسوط له جدا، انه عامل مجهود حلو جدا الفتره اللي فاتت في التاليف. بس اللي اعرفه ان ايمن وطار هو المؤلف بتاع اول 10 حلقات في المسلسل، مش مؤلف المسلسل كله، اول 10 حلقات بس، وبعد كده شريف نجيب هو مؤلف باقي الحلقات عادي. مخرج المسلسل خالد الحلفاوي اللي عمل مسلسل فرصه ثانيه لما كان مع هدي كرم. طبعا ترقبي للمسلسل ده 8 من 10، ده طبعا في الكوميدي هيبقى حلو. انا عارف كمان ان اختها كمان المفروض تعمل مسلسل السنه دي دور بطوله اسمه سوبر ميرو، بس لسه طبعا ما عملتش تريلر رياكشن بتاعه، هيجي يعني في السكه، جاي في السكه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. اوكي. بدل الحدوته ثلاثه حصريا على سي بي سي في رمضان.